أخبار اليوم. المصرف يصمم إذا في إجابة. عمر المصرف يصمم إن هو بياخد كميات المياه الزيادة اللي في الري بتاع حضراتكم في الأرض ويخش عليها. رقم واحد. رقم اتنين، دلوقتي إحنا هنرمي المية اللي هنرمي من المحطة هنا أهو على محطة على المصرف دي أحسن من المصرف نفسها. دي أنا نؤكد الكلام ده. مسؤولية الشركة اللي هتشغل اللي هو إحنا عن سلامة العينات اللي موجودة دي مسؤولية جنائية. يعني المية النهارده مع احترامي أنا آسف إحنا خفنا أولا من ربنا، بس عايز أقول لسيادتك حاجة، إن المية لو طلعت مطابقة للمواصفات اللي راحة هناك دي أنا بخش السجن. أنا رئيس مجلس إدارة بصفتي بخش السجن. ماشي. رقم ثلاثة، النهارده المصرف دي إحنا نستقيم مع وزارة الري إن إحنا دافعين لها فلوس، الهيئة القومية دافعة لها فلوس، هنعمل لها دراسات لتوسعة هذا المصرف. يعني المحطة لما تشتغل في الأول ما تشتغلش بكامل طاقتها، هتشتغل بحوالي 25% من طاقتها. المصرف في توقيته الحالي يستوعب كميات المية طالعة من هنا أهو، والري والصرف رغم ذلك هيتم توسيعته. جاري خدوا الفلوس من الهيئة القومية وسيتم توسيعته عشان خاطر استحمال الطاقة التصميمية الكاملة. وأنا مش عارف المصرف لا 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 وإضافة إضافة إضافة صغيرة بقى فوق كل ده وده. ان كمان اهل البلد هم اللي يشتغلوا على الاقل بطاقم من 50-60% هنقول 60% من العماله هناخدها، يكون ناخدهم وندربهم عشان يشتغلوا في المحطه هم بنفسهم. انتوا في مكانكم ناس من ولادكم او اهلكم اخوك ابوك فاهم في الاخر هيكون بيشتغل في المكان ده. يا فندم يا مهندسين يعني عشان هيتعينوا فنيين هيدربوا حضرتك. هنيجي نمشي جنبها ونرجع تاني عند اول المصرف فاهم. طب عازم فين الشكل؟ انا ما اعرفش. ما في البيض في الشوارع دي ده متغطى. ده مسار ده مسار المواسير ده مسار مسار المصرف. اول نقطه ده مش هتروح ده حاجه ده متغطى زيه زي الصف بتاع الناس اللي في بنات في ارض فاضيه يا شيخ. ما احنا ما منعناش ده ارضيه. ايوه في ارض مواسير بين عنك على برك الله ان شاء الله. ان شاء الله اقوم معاك واحد الراس. ماشي.